يقوم الطائر ببناء أعشاش صغيرة باستخدام الأعشاب الصغيرة ونبات الكزاز والطحالب، كما يقوم باستخدام أي أشياء تحيط بها وتصلح لبناء العش لجعله متماسكاً أكثر، كما يحرص الحسون على بناء العش على ارتفاع مناسب من الأرض فوق غصون الأشجار، ويتعاون الذكر والأنثى في بناء العش، حيث يقوم الذكر بجمع أدوات البناء وتقوم الأنثى بالبناء. أما عن وضع البيض ورعايته فهي وظيفة أنثى الحسون فقط، وبعد خروج الصغار من البيض يقوم الذكر والأنثى بإطعام الصغار، حيث تقوم الأنثى بوضع حوالي 5 بيضات